أكثر من 60 شابا بين العقدين الثاني والثالث انتهت بهم رحلة المجهول في ميناء صفاقس بعد أن أيقظتهم الوحدات البحرية من حلم ركبوه عبر مسلك غير شرعي، أو لنقل عبر قارب مصيره كان أقرب إلى قاع البحر من سواحل إيطاليا. حاولنا نقنعوهم سرتو مع حالة المركب توصل عملية ما يقارب 3 ساعات ولا 4 ساعات، وإحنا نقنعوا فيهم. في نهاية الأمر تمكننا وبتوفيق من عند ربي وبزملائنا الكل تمكننا اللي من السيطرة على المجموعة. الخافرات البحرية التي رصدت القارب شرق جزيرة قرقنا تجندت صباح هذا اليوم لحفظ كرامة هؤلاء وإنقاذهم من مصير مجهول في رحلة باطنها أحلام وظاهرها مذلة وعذاب. 4 صغار جات لما شرق من نطلب نمشي نسرق نعمل ما نمشي فهمت ولا ما نموت ولا ليش وانا نخدم واحد والحمد لله لباس. حبيت نجرب حظي في حكاية أخرى، حبيت عندي برنامج في حياتي يلا غالب ما كتبتش نضيبش عليك خرج ولاد بلادي في ظرف عام طف ريق لوراقم وروح ولباس وقت حبيت نجرب حظي أخي ما كتبتش هذه الشعف وطوبة وطوبة. رحلة هجرة غير شرعية أخرى لكن هذه المرة لمجموعة من الأفارقة آلت بهم إلى مركز الإيواء والتوجيه بمدينة بنجردان بعد أن رصدتهم وحدات الحرس البحري في قارب عرض السواحل التونسية بمنطقة الكتف قادمين من طرابلس. وقمنا بإنقاذ المجموعة هذه المتكونة من 154 فرد فيهم 2 توانسة 3 من المغرب 1 من السودان 1 من مصر والبقية جنسيات مختلفة. الربان تركهم في المياه الإقليمية موهما إياهم بعطب أصاب القارب وكان لابد من إصلاحه ثم اختفى عن أنظارهم. الرئيس متاع المركب نقز لأننا بنمشي نجيب قمة باش ترفعكم 5 و5 و10 و10 ونوصلكم للشط الحمد لله على السلامة. أطفال ونساء من بينهم امرأة حامل شبان وشيب بدأوا فصلا قاسيا من معاناة إنسانية قد تطول أكثر من رحلتهم المجهولة.